رئيسة المؤسسة تتفقد مديرية شهداء البصرة وتستمع إلى احتياجات الموظفين وذوي الشهداء في المحافظة. من البصرة، وخلال لقائها وزير النقل، رئيسة المؤسسة تطالب دعم الوزارة لصندوق الشهداء وتخفيض أجور النقل لفئات الشهداء والجرحى. خلال لقائها وزير النفط، رئيسة المؤسسة تدعو الوزارة إلى المشاركة بإكمال مشاريع المجمعات السكنية الخاصة بذوي الشهداء في محافظة البصرة التي توقفت بسبب عدم وجود تخصيصات مالية لها. في اجتماع ضم عددا من مديري المديريات في المؤسسة، رئيسة المؤسسة تدعو المديريات إلى زيارة عوائل الشهداء في بيوتهم. وفد من مديرية شهداء ديوانية يبحث مع المحافظ تخصيص قطعة الأرض البالغة مساحتها 150 دونما لذوي الشهداء بكافة الشرائح. ضمن برنامج شعبة المواقع الإلكترونية الخدمية، لقاء مع مسؤول شعبة شؤون المواطنين التابعة لدائرة شهداء ضحايا جرائم حزب البعث. تحت شعار لأنك روضة من عراق، برعاية مجلس محافظة كربلاء المقدسة، مديرية شهداء كربلاء تشارك في مهرجان طويريج السنوي الثاني. مديرية شهداء الكرخ تعلن عن أن دائرة التسجيل العقاري الكاظمية 1 تعفي ذوي الشهداء من الضرائب والرسوم. وفد من مديرية شهداء المثنى يبحث مع مكتب هيئة الحشد الشعبي في المحافظة استحقاقات ذوي الشهداء لقطع الأراضي السكنية وحصة الحج لهذا العام. من أجل الإطلاع على أوضاعهم والاستماع لاحتياجاتهم، وفد من مديرية شهداء النجف يزور عوائل الشهداء في المحافظة.